مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الخاصة من حوار خاص. ضيفة هذه الحلقة هي ملكة جمال الولايات المتحدة لهذا العام، ريما فقيه. ريما أهلا بك. أهلا فيك ريما. نبتدي من اللي لسه هتعمليه من المستقبل. أنت داخلة دلوقتي على مسابقة ملكة جمال العالم، صح؟ بتعملي إيه استعدادا لهذه المسابقة؟ أول شيء كنت كتير مشغولة، وبعدني مشغولة كتير بمناسبات وسفر، بس ساعة آخر جمعة عم بطلني هون بنيويورك يعني بالبيت، عم حاضر حالي. أكتر شيء تحضيرات بتبلش نفسيا، هيدي أهم شيء. صح، في الدايت وفي التياب والمكياج، هودي يعني هينين كتير، بس الشخص إذا مش نفسيا حاضر لهيك شغلة ممكن ما يقدر يوصل للآخر. قصدي انه بس توصل حتشوف، انا حشوف فوق 90 صبية، كل وحدة من بلد واكيد حلوة، فاذا انا حقدر اقعد حط حالي حدهم وصور نزل حالي ممكن اخسر الشغلة كلها. فكل شيء تحضيراتي عم يكون نفسيا والثقة بالنفس اكثر شيء. عايز اسالك على حاجه مهمه. انت قلتي 90 متسابقه هتكون في ملكه جمال العالم، وكان في ملكه جمال الولايات المتحده عدد كبير بيمثلوا الولايات كلها. 51. بيبقى في نوع من الغيره او بعض المقالب بيحاولوا يعملوها في بعض، او التاثير النفسي على بعض في الكواليس، ايه اللي بيحصل؟ بتعرف شو، انا كنت فاكر انه في منهم كتير، يعني في عندك اخبار بتسمعهم هلا بهالوقت. انا بعرف من قبل كان يمكن ممكن يكون اكثر، بس هلا بهالوقت بتحضر اخبار او بتسمع اخبار من برات الولايات المتحده، مثل سمعت خبريه من مس بوريكو، وحده بنت حطوا لها شيء مثل باودر يعني حتى يظهروها، بس بمس يو اس اي لا، ما كان فيها. كان في غيره، كان في غيره كثير، بس هيدي بعتقد هن بينتبهوا عليها، بدهم يشوفوا مين بيقدر يعلى فوق هالشغلة. مثلا أنا أكيد كان في بنات كتير جربوا يمرقوا كم كلمة ينزلوني، بس أنا عملت طريقة أن أكون رفقة مع كلهم. تبقى حرب نفسية يعني كتير. أنا يعني حتى إذا البنت شفتها أنه ما بقدر أحكي معها، بجرب أتعرف عليها، لأنه بتلاقي إذا بتشيل السم من الشغلة كل شيء بيزبط معك. قبل ما نخش في تفاصيل أكتر، ناس كتير فكرتها عن ملكة الجمال إنها بنت حلوة وشها حلو وفي مقاييس معينة لجسمها، هو الموضوع مجرد كده ولا في حاجات تانية أكتر؟ في كتير. مثلا بمس يو اس اي، وحتكون أكتر بمس يونيفرس، بس بمس يو اس اي كنا هونيك جمعتين، كل يوم عندك مناسبة شكل. مرات تكون عندنا 5-6 مناسبات، في صور، في انترفيوز، في تتعرف، بيبعتوك على حفلات. هلا في بنات عم بيروحوا مفتكرين انه يعني عادي، بس كل في عيون عليك، في عندك جادجز، مرات ما بيقولوا لك الجادجز، مرات بيقولوا لك انه هودي بس بنات عم ينتبهوا عليك، فكل الوقت عم بيتفرجوا عليك. حتى اخر شيء بيعملوا بريفيو بيسموه، بتفوت مش بس لابس فستان، بترجع بتفوت لابس مايو، وبتقعد بتوقف قدام الجادجز ما بتحكي، هم بيقولوا لك ثانك يو وبتفل. تاني مره بتفوت لابس ثيابك عادي، يعني انا مثل كنت لابسه مثل بزنس، لابسه سوت، بيسالوك سؤالات اللي بدهم اياه، فين يسالوك عن شو عم بيصير بالاخبار، شيء عن هيستوري، بيسالوك انت عن حالك، خبرنا شيء عن شو بتشتغل وشو بدك تعمل بعد 5 سنين، وبعدها في فاشن شوز. فبنمرق فيك تقول في جمعتين كل يوم في مرحله شكل، حتى التصويرات بيطلعوا بالتصوير بينقوا 10 بنات بيحبوا من الصور، اخر شيء بس تشوفونا على التلفزيون بيكونوا هن منقين اوريدي التوب 15 من ورا هالشغلة. يعني الثقافة والمعلومات العامة مهمين في الموضوع؟ كلها مهمة. في بنات كتير بيشوفوهم بالشو بيعملوه على المايو والفستان، فيري جود فاشن شو، فيري جود تصوير منيح، بفوتوا ليعملوا انترفيو معهم، بيفتحوا تمهم مثل فينش يحكوا دغري بشلون عن الليستا. مشان هيك في عالم بتطلع بتقولوا طب هالبنت كيف طلعت على التوب 15؟ في شغلة عملتها صح حتى توصل على المرحلة. ريما، من بعد ما فزتي بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة، وبصراحة في حاجة تغيرت فيكي؟ في حاجة تغيرت في طريقة تعامل الناس معاكي؟ هذا سؤال كتير منيح. لقلك ليه؟ لأنه في عالم كتير بتسألني إياه، وما بيعتقدش العالم بتعرف exactly المرحلة اللي أنا ما بعرف عن الباقي اللي ربح مثل لبنان أو مثل USA.
او مشهور كيف حاس، بس انا عم لك عن حالي. الشغله اللي بابا عطول علمني اياه انه بهالدنيا ما عندك الا حالك وعائلتك، واذا انت ما بتعرف انت شو من وين جيت ما بتقدر تكفي بهالدنيا. ففي عندي عالم كتير انا بس كنت عم بكبر عملوا غنيه، عملوا فيلم، كانوا بصوره فكروا حالهم انهم صاروا مايكل جاكسون، عرفت كيف؟ انا لا، انا لك حقيقه ما تغيرتش. تغير فيي بس انه بعيده عن اهلي ومشتاقيت لهم كثير، ومتغير شغله تانية انه ما عندي وقت لحالي. كنت على طول اكتب مثلا او اقرا، بحب على طول اروح اركض مثلا بالبارك. هلا انجا يكون عندي هالمجال اعملها بالاوتيل، مرات من اوتيل لاوتيل عايشه من شنطه، فهيك اشي تغيرت. العالم لإلي انا كثير تغيره، لانه العالم في عندك عالم فكرتني انا تغيرت فتغيروا هني معي. مثلا في عندك عالم ما عاش يتلفنوا لي لانه شو فكروا انه قال انا بزي كثير لإلهم، فانه انا صرت مهمه مش لازم يتلفنوا لي. بزعل انا وبس شوف انه عم يشوفوني عم بسالهم ليش مش عم تلفنوا لي، بيقولوا اه بتتذكريني معقول يعني. فلا انا بعتقد انه العالم تغيرت شوي معي، بس العالم اللي بتعرفني القراب معي واني في عدن على ايدتين ضلوا مثل ما هني معي، وانا بعدني ريما فاقي. في بعض الناس مش كلهم، في ناس كتير فرحت طبعا بانك لبنانيه وانك مسلمه وانك عربيه، بس في بعض الناس اللي عندهم نوع من التشدد او التزمت ما فرحوش بيكي قوي، تقولي لهم ايه؟ لهالعالم وبتعرف ما شفتش منهم كتير، واللي اذا سمعت او شفت مخبيين، عرفت كيف؟ لقلك هالعالم فيهم يفكروا اللي بدهم اياه، وانا مش من حقي اغير لهم رايهم او اقول لهم انتم غلطانين. كل واحد عنده راي شكل. الطريقه اللي انا ربيت فيها ممكن تكون طريقه غير عن هني صح عندهم. فلهالعالم بقول لهم ما تطلعوا بالصفحه الكفر تبع الكتاب، اقروا بالكتاب، لانه اللي انتم عم تفتكروه اكيد حيكون غلط اذا شغلة نيجاتيف، عرفت كيف؟ لأنه أنا اللي بس طلعت وربحت أكيد في عالم كتير جربت تنزلني وما نجحوا. ليه ما نجحوا؟ لأنه أنا فتحت وقلت لهم أنا شو، وما قدروا يقولوا، ما قدروا يرجعوا يقولوا لي آه بس ليه أنا عم أقول لك أنا شو، عم فسر لك، عم خبرك عني. فبعتقد أنا العالم لازم تطلع بالشغلة أكتر. ريما فقيه للحديث بقية، ولكن بعد فاصل قصير نعود بعده لمواصلة الحوار مع ريما فقيه ملكة جمال الولايات المتحدة لعام 2010. أهلا بكم مرة أخرى، وهذا الحوار الخاص مع ريما فقيه ملكة جمال الولايات المتحدة 2010. ريما، ذكرتي مثل عن اللي علمه لك بابا. هل هو بابا؟ أنا عارف العلاقة بين البنت والأب هي دايما قوية جدا، صح. بل هل بابا هو الوحيد اللي تأثرتي بيه في أسرتك؟ إيه علاقتك بباقي أفراد أسرتك؟ بعتقد أنا هالسؤال حيبلش بالبابا. بابا أهم شخص عندي بالتعليمات اللي تعلمتهم أنا وعم بكبر. صح، البنت كتير قريبة لبايا. بعتقد أنا من أنا وصغيرة بروح مع بابا على الشغل كل يوم، حتى من أنا الولد بلبنان كانوا يخبروني إنه بقعد حده بالمكتب بالسيارة على طول واقفة، وإذا بيطلع عالم لازم يقعدوا ورا، يعني على طول أنا كنت مع بابا. بابا علمني أشياء كتير، اللي قلت لك إياه إنه واحد مش لازم ينسى هو من وين إجا. الشغلة التانية علمنيها بابا إنه صح نحن بأمريكا بس نحن لبنانية. لبنان هو مثل ما بيقول خليل جبران هو الام اللي خلفتنا، امريكا الام اللي تبنتنا، لانه في حرب بلبنان ونحن بامريكا هلا عم نجرب نعمل اي شيء هون، كيف؟ بس بيي على طول كانت امنيته يرجع على لبنان، وبعتقد هلا لانه صار كبير بالعمر عم جرب نشجعه على هالشغله. فبيي علمنا اشي كتير بالثقه بالنفس، اللي كان انا وصغيره ما يخليني اقعد العب، يقعدني معه هو رفقاته الكبار من العمر، يقول لي عيدي مع الكبار حتى تكون كبيره، بس كنا عم نقعد ناكل حتى اذا انا وياه كل منيح، لانه بكره اذا بتعود تعمل شيء مش منيح حتضلها مش منيحه،
مش انه لانه هلا فيش حدا على طول لازم انت تكوني يعني محترمة ومرتبة، لانه اذا بتعمليها بس اوقات حتبين شغلة اصطناعية. فالعالم كتير بتسألني انه انت معقولة هالقد محترمة او هالقد مبسوطة بحالك وعلى طول عم تضحكي، انه مش معقولة على طول هيك. بس بي على طول علمني انا اكون هيك، لانه هالشغلة لازم تكون طبيعة، وبينت شغلة معي. وامي علمتني كون صبية، الام اكيد اللي هونيك، الماما اللي انا كنت على طول عم بلعب رياضة وهي اللي عم تعيط لي تلاتة على هون، البنت لازم عم تحمل جزدان صغير معها حتى رد كيف تعلمني اشياء على الترتيبات. بس الماما ما كانش مثلا تخليني تحط مكياج او تخليني احط جل اعمل شعري انا وصغيرة، لكن عمري 16 بعتقد بلشت هالاشياء. مكياج بلشت بس كان عمري 18 19 سنة، لانه ماما على طول كانت كبيرة على الاشياء الجمال الناتشرال، عرفت كيف؟ فأنا شغلة كتير مهمة بدي لك إياها، إنه بس يقولوا لي بكرة بمس يونيفرس أكيد حيسألوني قولي لنا شيء عنك يونيك يعني مختلف عن الباقيين. بعتقدش أنا في بنت ممكن يكون يعني غلطانة أنا يمكن، بس أنا مش عاملة عمليات تجميل، ضفيري ضفيري، شعري شعري، حتى مش صابغة شعري، بحب ضلني على الطبيعة. بس انا كمان الله هداني هالجمال بعتقد، وهداني هال بحب، مش اقول انه بس جمال، كل واحد عنده جمال شكل، بحب الصحه عندي perfect health. عرفت كيف؟ في عندك بنات ممكن مخارن انه بده عمليه، هذه شغله هن لازم يعملوها ليحسوا حالهم مرتاحين. بس انا هيدي علمتني اياها ماما على طول، انه الله هديك هديه تبهي عليها مش ضروري تنزعيها، الجمال الطبيعي صح. وبحب خلي كل البنات الصغار هلا يعرفوا انه هيدي مش معناته انت حلوه اذا بتعملي عمليه، عرفت كيف؟ وكان كلامها صح بدليل انك فزتي. ايه صح. فبس كل اخواتي كمان، احنا كلنا كعائله مجتمعين. ايه خطتك في المستقبل؟ عايزه نفسك تبقي تلاقي ايه؟ وهل ده اتغير قبل ما تفوزي باللقب عن بعد ما فزتي، ولا هي لسه نفس احلامك ونفس خطتك للمستقبل؟ انا بقول لك هالسؤال منيح، لانه في عندك بنات كتير مثلا تسألهم أو خي صغير تسأله مثلا شو بدك تكون بس تكبر، بيقول لك بدي يكون على فريق الباسكتبول تبعو نيويورك. بتطلع فيه أنا بقول له أوكي، طيب إذا ما وصلتش على الشغلة شو الباك أب بلان، شو الجول؟ بيقول لي نو أنا حكون باسكتبول لأنه صغير بالعمر. وهذه الشغلة لازم كل العالم تعرفها، إنه أنا صح حلمي كان يكون مس يو اس اي اللي أقدم على مس يونيفرس، وصح رحت قدمت على مس لبنان المغتربين، وامنيتي كان امثل انه اعمل تمثيل يعني مثل ومارلينج، وعملت مارلينج يعني بلشت من 6 سنين. بس هيدي كانت شغله عم بعملها انا بميشيغان، بس كنت عم روح على الجامعه على جنب. بس تخرجت الهاي سكول ماما قالت لي اذا بتحبي لازم تعملي مارلينج، انه فيكي تعملي، بس اكيد ماما كانت معي باكثر الشغل. بس هيدي ما كانتش البرايوريتي اللي إلي، كانت أنا على طول الجامعة أول شيء، التعليم على طول نمبر 1، لأنه بلا التعليم ما فيك تعمل شيء بالدنيا. حتى إذا بدي أكون مس يو اس اي بعتقد أنا السيكرت ويبن اللي إلي كان لأنه أنا تخرجت الجامعة ومعلمة وعاملة إشياء كتير بعيشتي قبل ما أقدم. فأمنيتي أنا كانت إنه أتخرج جامعة فوت على اللا سكول، لانه مش حكون محاميه بس حابه اللو ديجري تساعدني افتح، لانه الشركه اللي انا حابه افتحها في شركه ماركتينج، انا عملت لها بزنس بلان من زمان، انه هذه اللي الطريقه اللي كنت ماشي فيها، ساعدت انه حلم تحقق وصرت مس يو اس اي. بعدي بدي اروح على اللو سكول وحابه كثير مثل وفوت على التمثيل كمان، بس المس يو اس اي شو عملت؟ بحس انه بعثت لي سجاده حمراء، فتحت لي ابواب كتير. فبعتقد الواحد لازم يكون عنده الحلم بس يكون عنده الحقيقه كمان. بس لما توزعي اهتماماتك في اكثر من مجال، مش حاسه انك مش هتقدري يمكن تحققي نفس النجاح في كله؟ التمثيل هيكون اولا ولا البزنس الخاص او العمل الخاص؟ لا انا بس خلص السنه مدرسه اوريدي، انا بعت لها ابلكيشن من شي شهر كنت هون، حابه فوت على اللو سكول. إذا حظي مثلا هذا لقون حلو وجاني تقديم لكم بفيلم كبير، في مدرسة على الانترنت، في مدرسة فيك، ما في طريقة إلا ما تكفي علمك، عرفت كيف؟ فأنا من معي وقت، أنا قريت خلصت الجامعة،
فالبرايوريتي اللي إلي لأخذ الديجري بالإيكونومكس والبزنس ديجري أخذته. هلا يعني اللي عم بعمله أنا بعيشتي اللاسكو ما بعتبر حالي معي وقت، حتى حلمي بعد 5 سنين إنه من هلا لخمس سنين مثلا أعمل عائلة. كمان في كافي مدرسي الواحد إنه اللي حبي لك إياه إنه أكيد اللاسكو نمبر وان، بس حلمي يكون بالتمثيل والمودلينج، هي شغلة كتير بنبسط فيها. انت قلتي عايزه تعملي عائله، هل لازم يكون الراجل عربي ولا ما عندكيش اي مواصفات خاصه؟ تعرف ما عنديش انا مواصفات، عفوا ما عنديش برايوريتي يعني او ديسكريبشن وصفات خاصه. حتى يعني شعره اسود طويل ما عندي، لا لا بس عم اقول لك انا يعني بعتقد بحب الاشياء تكون على الطبيعه. كثير مراحل اجاني شخص مثلا او بدي اعرفك حدا بدي اعرفك حدا، على طول الجواب يكون اذا شخص ما في يجي هو يعرف حاله علي بتفرجي الشغله انه ما عنده ثقه بنفسه، او اذا هن بيعتبروا بيعرفوا حدا انا ما بعرفه اوكي كرفقه نظهر مع بعض ثقه بالشغله تصير اوكي. بس على قصه امريكاني او لبناني او عربي او مصري، يعني بعتقد انا انه الشاب العرب بيضلوا مثلي. يعني اذا بنروح فوت على بيتي مثلا انا وكلهم عم يحكوا مع بعض وهذا عم ياكل منوخيه وهذا عم يعمل كبينيه وهذا عم مثلا عم يحضر اخبار على العالي، بفوت هو بالجو يعني بيعرف طريقتنا. اذا انا بدي اخلف بنت ان شاء الله وبديش اياها تلبس تنوره قصيره ليكون عمرها انه بتكون مرتبه، ممكن يكون واحد ما بيعرفش مثلا نحن الكولتشر اللي قلنا يقول لي انه ليه واذا كيف. انه بحب يكون الشخص انه ان شاء الله عربي، بس اذا شخص قدرت ان اعجب فيه وما كان عربي بس يكون مثلي على طريقتنا. مثل بي على طول بيقول انه اثنين ممكن ينعجبوا ببعض بس الاثنين اللي ممكن يتجوزوا هن اللي مثل بعض، يعني لازم يكونوا الكولتش مثل بعض المتفقين، اذا مش متفقين ما فيش يعني طريق. انا متاكد اجابتك دي فرحت عدد كبير قوي من الشباب في العالم العربي. حلو. بالنسبه للتمثيل، هل تفضلي تبتدي بهوليوود او فيلم امريكي ولا بفيلم عربي، او ناويه تمشي في الاتجاه الاثنين؟ عفوا قبل ما اربح مسيو ساي كنت عم بحكي مع شخص عم يعمل فيلم مع ايش اسمه الممثل المصري شريف فقال لي عم يعملوا فيلم مدري شو، قلت له انا بليز انا بحكي عربي. في قدم عليه وثابت انه ربحت مس ميشيغان وما قدرتش اكفي، كان عم يعملوه بفلوريدا وبمصر ويعني عم يسافروا كتير. بس كمان هوليوود انا بعتقد مثل ما انديا عندهم بوليوود وخلطوه مع هوليوود، اذا بتلاحظ هالشغله عم بتصير كتير. حابي انا اللي عم نعمله عنا احلى افلام نحن بالشرق الاوسط خصوصا بمصر، عنا الافلام ربيت انا وماما عم نحضر الافلام القديمين، فمثل بالميدل ايسترن ومثل بالهوليود بركي بنجتمعوا مع بعض. تفتكري اسم اكثر ممثل واكثر ممثله بيعجبوكي في العالم العربي او في مصر؟ في عندك بحب عادل امام. كل الناس بتحب عادل امام. بس انا صغيره بحب عادل امام، بحب ناديه الجندي. بحب الامريكاني بحب جوليا روبرتس وبحب روبرت دينيرو، من كمان انجينا جولي بحبها كثير. واخر فتره بس حضرنا المسلسل التركي شو اسمه اللي اخذ ضجه كثير نور اعتقد او نور حاجه كده، انا مش متابع المسلسلات التركي بس متهيألي نسيت اسمه نور يلا مشهور كتير. بس عموما للحديث بقية بس فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحوار مع ريما فقية ملكة جمال الولايات المتحدة ل 2010. مهند. مهند. اهلا بكم مره اخرى، وهذه الحلقه الخاصه مع ريما فقيه ملكه جمال الولايات المتحده ل 2010.
ريما، مسؤولية إنك بقيتي ملكة جمال الولايات المتحدة وإن شاء الله تبقي ملكة جمال العالم، دي مسؤولية كبيرة. بتفكري تغيري أو تحاولي تغيري حاجة في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة البلد اللي أنت عايشة فيها وفي لبنان والعالم العربي؟ صح، أنا بعتقد إنه بالعالم، في قلك بالعالم كله، أول شيء الشغلة اللي لازم بعتقد ممكن أغير بالعالم كله هي الثقة بهو الشخص. شو مثلا بعتقد بتعرف على عالم، أنا مثلا من بلد تاني بتحسهم بيحكوا اشياء مثلا مش منيحة عن بلدهم، او بيحكوا منيح عن بلدهم بس مش منيح عن بلاد الباقيين. بعتقد ان احنا كشعب كليا بلد يعني مش عم نجتمع مع بعض بعدنا، عرفت كيف؟ بعرف انه شغلة مثل ما بيقولوا البنات على طول world peace، يعني هذه الشغلة ممكن ما تصير او ممكن ما تصير بالليل، بس اذا نحنا كشعب ما قدرنا نجتمع مع بعض نقدر نعمل relations مثلا United Nations relations مع بعض مش حنتقدم. بالولايات المتحدة بUnited States بعتقد شغلة المهمة كتير اللي عم بتصير هلا، مثلا example لك اللي صار نحنا معنا بعد أيلول 11، كان في اشياء قبل أيلول 11 عالم ما بتعرفها، مثل الطيارة اللي وقعت مرة دغري حطوا صورة انه حطوا صورة انه شباب اسلام حاملين فرودة، انه ليه يعني؟ لانه اخر شيء طلعت الطيارة فيها شيء مش منيح يعني، ودفوا اللي حتى وقعت. ف 9/11 مثل صارت وصارت بعدها العرب خافوا، وامريكا صارت بطريقة انه عم تبعد العالم عن بعض. وهلا مثلا باريزونا عم بيصير هذا القانون انه اذا الشخص شكله اسبانيولي او شيء لازم نوقفه. بعتقد انا بيونايتد ستيت لازم انا بحب اغير فيه، وبالانجليزي في لك انه صح لازم نعمل ليميتس على البوردرز، بس لازم ننتبه على الريشال بروفايلينج، يعني لازم ننتبه على اللي بننقيه، عرفت كيف؟ انه لانه هذا هلا انا ممكن كون عم سوق سياره يوقفوني لانه شكلي اسبانيولي مثلا، انه ليه لازم ننتبه على الشغله؟ لانه نحن بعدنا امريكا البلد الحري شو بسموها الحريه الفريدم والاوبورتونيتي، فلازم نضلنا هيك. المهم عندي كتير اللي حابب اقول لك اياه، كامس يو اس اي عم جرب قد ما في نفذ هالشغله للاولاد، لانه ببلش مع الاولاد لحتى للكبار، هي انه العرب لازم يكونوا مع بعض ولازم ما يخافوا يقولوا هن شو، لانه عنا كتير عرب سكسسفول غنايا ذكايا، بس بتلاقيهم ما بيقولوا عن حالهم هن شو، عرفت كيف؟ في عندك فاروق اللي هلا سبونسر لنا، بس تعرفت عليه لهالزلمه بعد ما ربحت، قال انا فلسطيني وانا انه من هالمنطقه من فلسطين، وبقول للكل هو عم يعمل جوفرنر. بس في عندك عالم تعرفت عليهم بفيجاس اللي عندهم كاسينوس واغنى عالم، وبيخافوا يقولوا لك نحن لبنانيين. ليه؟ لازم نحن نكون عنا هالثقه بحالنا. انا قلت للعالم كله بس ربحت، لا انا مش اسبانيولي، انا لبنانيه وانا مسلمي. كلهم تفاجئوا انه كيف، او ماي جاد، يعني كيف عم تقولها؟ لا 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 بدي خاف يعني. ريما، ايه ذكرياتك عن لبنان؟ ايه احلى ذكريات تفتكري عن لبنان؟ من انا وصغيره بتذكر بلقمطيه كنا نلعب بيت بيوت انا ورفقاتي، او على مره بابا جاب لي بسكليت بي ام اكس، طلعوا انزل على الطلعه والدكانه بس احلى شيء بس كنا نروح على البحر، بنبسط كثير. بس كنا نطلع على الجنوب وعلى طول على الطريق بابا يوقف ليشتري لحم بعجين، هيدي عنا اياه عادي بلبن ويوقف على البابا سويت على طول يجيب سونيت حلو، ونروح نعمل زياره بصريفه، وكنا نكفي على تبنين على منطقه ماما. ف احلى ذكريات يعني بيجيني انا عم بفكر فيهم. اكثر شيء كمان كنت احب اطلع على فريا، و يعني شو بدي اقول لك، مدينه الملاهي الروشه، كنا على طول نمشي على الروشه ناكل عرانيس وترمس. بتحسي انك مفتقده لبنان احيانا؟ بتحسي انك مفتقده لبنان ونفسك تزوريه كل سنه؟ يعني ان شاء الله بالمستقبل كمان اذا ممكن في عيش بلبنان او اقضي اكثر وقت بلبنان
بنبسط كمان بأشياء كتير. إيه البلاد اللي نفسك تزوريها؟ يعني أنا حابة قلت لهم هون قلت لهم إنه بعد مس يونيفرس نبلش بطريقنا بميدل إيست، لأنه صح أنا لبنانية كنت بلبنان، بس ولا مرة راحة على مصر، ولا مرة راحة على أردن، ولا مرة راحة على شو كمان، راحة على سوريا يومين، رحنا يومين على سوريا مشي سنتين، بس حافة دبي، أبو ظبي، ومروكو مثلا مش راحة من هونيك من قبل، وحافة كافي مثلا راح أشوف إيطاليا وأيرلند وهيك أشياء. بالنسبة للشرق الأوسط لو رحتي هتكون زيارات للفسحة فقط، ولا هتعوزي أنك توصلي رسالة أو تقولي رسالة، لأن أنت بقيتي ملكة جمال الولايات المتحدة وإن شاء الله ملكة جمال العالم؟ إن شاء الله الاثنين. حابه اول شيء العالم تشوفني انه انا على طبيعتي، عرفت كيف؟ لانه في عندك عالم كثير بيجي بيسالوني انه انت عن جد هيك؟ انا ثانك يو، انه شو بعد ما بعرف شو بدي اقول لهم. اول مره العالم بيقولوا انه انت احسن شخصيا من الكاميرا، فحابه كون طالع على الطبيعه، كون روح شوف اهلي، شوف العالم، تعرف عليهم، بس كمان اقدر اوقف بمدارس، بمحلات اقدر احكي مع نسوان، خليني يشوفوا انه اللي انا عملته مش صعب، عرفت كيف؟ يعني انا كنت بملكة جمال 3 مرات قبل ما روحت على مس يو اس اي، والبنات اللي كنت معهم صاروا هن صغار، الثقة بالنفس، التعليم قديش مهم، وقديش الواحد مهم يكون مبسوط بحاله انه كيف عيشته. انه انا بتذكر بس كنت بميشيغان، عايشين بميشيغان كان في كتير عرب، بنيويورك ما كان في، كانوا في بنات كتير انه مثلا يزعلوا اذا بدي يروحوا على البيت بكير بالليل الساعة 11 بالليل، الا انا طب ما فكروا فيها البنات اللي عندنا الحرة، انه الحرية اللي يضلوا برات البيت، لكو هن كيف حيطلع، ولكو نحن اللي عنا عائلة عم تدفع علينا كيف، يعني هالاشي حابة فرجيهم انه هاللي عملتني. العالم العربي فيه مشاكل كتير، والمشاكل دي بتسبب تأخر التنمية وتأخر في الدول العربية. ايه أكتر مشكلة بتقلقك بالنسبة للدول العربية والعالم العربي، واللي شايفة ان لازم يبتدوا علاجها، ولو عندك العلاج برضو تقوليه لنا؟ حابة كل الشعب العربي يجتمع يكون شعب واحد. بعتقد إذا نحن مثلا بلد بشرق أوسط ما يجتمع مثلا مع بلد تاني يساعد حدا تاني، او يقف ضده عم بيساعد اللي بيقولوا انمي، عرفت كيف؟ مثل بتحس بامريكا العالم من كل انواع العالم، بس تشوفهم كلهم عايشين مع بعض وكلهم بيعتبروا حالهم امريكان. فنحن بعتقد بشرق أوسط سعنا لبنان سوريا مصر اردن، بس لازم كلنا نجتمع مع بعض، عرفت كيف؟ حتى اي شيء بيجي بطريقنا من اليوم رايح ما يقدر يوقف بطريقنا، يعني لأنه كلنا سوا. بعتقد كتير أنا هذه الأبينين اللي لي أنا، إنه من قبل الأشياء اللي كانت عم تصير بقلب شرق الأوسط كانت شغلة بيناتنا، لأن عم نخلي العالم تأثر علينا وتخلينا نتخانق مع بعض. لو نحن ما بنخليش حدا يوقف بطريقنا، ما حدا بيقدر ينزعلنا بلدنا، وبنقدر نرجع العالم اللي هربوا على بلده. العرب والمسلمين في الولايات المتحدة هل بتعتقد انهم مندمجين في المجتمع الامريكي بشكل كافي؟ ولو لا، ازاي ممكن يندمجوا في المجتمع بجزء من المجتمع الامريكي؟ بحس وبس انا يعني رحت زيارة على لبنان، كم زيارة على لبنان اكيد، بس ما رحتش على بلاد الباقيين، بس اللي العالم بتعرف عليهم بحسن كلهم بيزعل او مثل عندهم تفكيرة غلط عن امريكا، انه امريكا بتكرهنا، انا امريكا بدها شينا. بعتقد انه نسيوا انه العالم اللي عايشين بامريكا، في عنا عالم كتير هون عرب واجوا لهون عملوا عيش لحالهم وبعدهم هون، وعندهم بنفيتس مثل ما كل امريكا عندها، وعندهم اوبورتونيتي مثل ما كل امريكا عندها. يعني لازم يعرفوا انه بامريكا مش عرب وامريكان، لا، في عرب، في إيطالي، في فرنسوي، في من كل أنواع العالم، كلهم عايشين هون مع بعض. الصح في أشياء صايرة من قبل حرب إيش دخلت، بس هذه مش لازم تأثر على هن تفكيرهم بالعالم اللي عايشين بأمريكا، هذه لازم تأثر مثلا على الأشياء المراحل اللي مرقت فيها البلد، عرفت كيف؟
كيف. ف politically يعني في اشياء كثير فيها شغله، بس بعتقد انه انا بسروح على لبنان مرات كثير عالم بتقول لي كيف بدك عايشه بامريكا؟ انه انا عايشه بامريكا لانه عم بقدر اروح على المدرسه، عم بقدر اعمل عيشه لحالي، وامريكا ربيت فيها. انت اول امريكيه من اصل عربي تفوز بلقب في مسابقه على مستوى الولايات المتحده كلها. في رايك ليه ما بنشوفش بطل في الرياضه من اصل عربي، استاذ كبير من اصل عربي، ما بنشوفش النماذج دي كتير ليه؟ هل في حاجه بتمنع في المجتمع الامريكي، ولا العرب هم اللي بعيد عن الدخول او بيخافوا او بيقلقوا او مش مستعدين للدخول في المنافسه في الحاجات المختلفه؟ انا بعتقد انه اول شيء في كتير ربحوا ووصلوا على الاخر، بس ممكن ما يقولوا عن حالهم اني شو اصلا. لانه في كتير بامريكا وفي كتير بكل انواع العالم من اصل عربي، بس مش حيقولوا عن حالهم انه انا اصلي هيك، حيقولوا هني وين عايشين. عرفت كيف؟ هاي اول شيء. تاني شيء صح عن قصه نحن عنا ببلد العرب، عنا انه بتفاجئ بالعرب انا، لانه مش بس نحن شاطرين، يعني كل بلد شاطر بشغله، نحن شاطرين بحس بكل شيء. عرفت كيف؟ بس بعتقد انه منخاف من الحرب، من الاشياء اللي مرقنا فيهم. ضلت يعني نحن نعمر بيوتنا وهن ينكسروا، نعمر مثلا رئيسنا يجي شغله مثلا توقف الحريه اللي عنا اياها ببلدنا، كل شيء اللي عمرناه واشتغلنا انه صار اشياء نزعت لنا اياها، مثل صارت العالم ما عادش يجربوا. عرفت كيف؟ ما عادش يعملوا اشياء انه خلص، انه مثل بيقولوا بالانجليزي they give up، النوع من الاحباط. ايه، فاللي بحب انا انه يعني بعتقد انا حلو انه البنات اللي بيطلعوا فيها على صارت مس يو اس اي انه بيقولوا انه فينا نحن نعملها، انه بعتقد بتفرجيني انه هن بدهم بس ما قدروا يفكروا انه فيهم. فانا حبيتهم العالم كلها لهم شغله، الشخص اللي بيجرب وبيخسر احسن من الشخص اللي بيقعد بالبيت يقول ما في يعملها. ريما فقيه، الحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى، وهذه الحلقة من حوار خاص مع ريما فقيه، ملكة جمال الولايات المتحدة لـ 2010. ريما، أنا أتكلم عن المسابقة اللي هتخشيها، المسابقة الكبيرة، ملكة جمال العالم، واللي كسبتها قبل كده واحدة لبنانية، جورجينا رزق، من زمان طويل. هل في طريقة ممكن العرب والعرب الأمريكيين يسندوكي بيها في المسابقة دي؟ في بعتقد انا اذا الواحد بيحضر مس يونيفرس بيلاحظ اخر 10 سنين، ما بعرف قد ايه، يعني على طول التوب 10 او التوب 5 اكثريتهم اسبانيول. يعني بتلاقي فنزويلا ربحت اخر سنتين ورا بعض وصار ربحانين 6 مرات. اخر مره حدا من اصل عرب ربح كان 1971، جورجينا رزق. صح. بعتقد من وقتها كانت لبنان والشرق الاوسط عايش وكلنا عم نشجع بعض. هلا العالم عنا نحن بحسن انه مثل كانه كل واحد ما بدوش يشجع الثاني، او ما بعرف هيك تفكيرنا كيف عم بيصير بطريقه انه لازم نتذكر لازم نساعد بعض، لانه اذا نحن بدنا حدا من اصلنا يكون منيح لازم نحن نشجعه. انا زعلت من شغله وحده مثلا، بس كان الاشياء اللي عم تطلع عني مش منيحه، كانت في عندك عالم عربي اللي هني لازم اذا الشغله مش صح مثلا او الشغله صح هي ذاتها، انا من اصلكم لازم تكونوا بطريقه انه اذا مش معي مش معي، بس مش تجي ضدي قدام العالم كله، انه نكون مع بعض كشعب ونبيض وجه بعض. فmissuniverse.com مثلا هيدي ويب سايت بتطلع على، بتكبس على contestants، بتلاقي كل البنات اللي نحن عم
حيقدموا على ميس يونيفرس. على طول بتلاحظ البنات الاسبانيول على طول بالتوب 10 لانه فيك تكبس هايست ريتنج بتلاقيهم الريتنجز اللي لهم اعلى شيء لانه العالم كله مثل بتشجع وبينبسطوا فيها لشغله. فبس اذا بتطلع على ميس يو اس اي او ميس لبنان او ميس ايجيبت بتلاقينا انه نحن مثلا ب مثلا ميس ايجيبت وخصوصا وميس لبنان بتلاقيهم السكور تبعولهم واطي انه ليه ما نحن بلدنا كبير وعندنا شعب كثير لازم كلنا نطلع ونشجع بعض. وبعتقد يمكن العالم ما بتعرف فيها بس هذه شغله وحده حبيتهم يشوفوا انه فرجوا العالم وفرجوا الاورجنايزيشن انه نحن ورا هالشخص انه هي هيدي مش فوتنج لمين يربح بس هيدي بوبولاريتي فوت كيف ليشوفوا انه مين اي بلد ما بيأثرش في نتيجه المسابقه الرسميه مش اوفر اول بس عندها كلمه انه بتفرجي الجادجز والعالم والاورجنايزيشن انه لك هالبنت كم واحد انتخب لها معناته في عندك عالم بدهم اياها تربح. فهيد يعني انه الناس تدخل على الموقع بتاع missuniverse.com تكبس على كونتستنس كونتستنس ايه مثلا اذا بيكبسوا على اسمي بيحطوا لي انا 5 نجوم وبيحطوا إيه مثلا لمس ايجيبت 5 نجوم يحطوا للباقي 1 ستار او لمس لبنان هو لازم يصوت اللي يدخل لازم يصوت لل 90 هلا مش ضروري ممكن يصوت اللي هو عايزه وبس بيحط 5 نجوم لإلي بعتقد انا مش مأكده وبس بعتقد بتحط 5 ستار مثلا هي 5 نجوم بتأثر على السكور وإذا بتحط 5 نجوم مثلا لبنت و 1 ستار للباقيين بتعلي هالبنت انه على طريقة انه أعلى من الباقيين. إذا بتحط كلهم 5 بضلوا مثل ما هن عرفت كيف؟ هيك السكور بتعمل popularity vote بسموها. ميس يونيفرس السنة دي أو مسابقة ملكة جمال العالم فيها بنتين من دول عربية وبنتين من أصل عربي مظبوط؟ صح. في عندك مس لبنان ومس إيجيبت. بس انا كمان من اصل عربي. في عندك هالسنه قالوا لي انه اول سنه بالعاده بيكون عنده بنت وحده مسلمه هالسنه عندهم بنت من 8 ل 10 بنات من اصل اسلام فهيدي بيج ديل لالنا انه بعتقد انا اللي بس قالوا لي بالاوفيس ممكن البنات عم يتفرجوا عليكي عم بيقدموا عم بتصير اشياء اكثر هذه لحالها انبسط فيها انا حسيت حالي ربحت كثير. ومس فرنسا وملك جمال فرنسا من اصل قالوا انه بيا سوري في عندك مس اندونيسيا مسميه اللي ربحت مس لبنان سمعت من الجنوب فعندك بنات كثير عن مس البانيا مس رومانيا مس تركي كلهم. مين اكثر واحده فيهم وما تقوليليش انك ما اتفرجتيش عليهم قلقانه منها؟ تعرف شو كلهم فكروني عادي عم بفحص كل بنت الحقيقه لا ومش بس لانه ما كان انه عندي وقت وعم سافر كتير بس كمان بعتقد انه الصور ما بتحكي كتير بس تشوف البنات وجه لوجه هونيك بتشوف الجمال والثقافه والنفسيه فبس طلعت على ميس يونيفرس تاع كام وكبست على كونتستنس وشفت كل البنات في لك انه اي بنات حسيتهم حلوين بس كمان كل صوره شكل في عندك بنات فيني على الدنيا بالصوره يعني عرفت كيف فيك تحط مكياج بالصوره فانا حطولي صوره قديمه من ميس يو اس اي بس انه بهيد شوت انبسطت فيها لانه فيني يشوفوني العالم وجهي في عندك بنات حاطين باري شوت فبعتقد اللي شفتهم حلوين عجبتني ميس ايجيبت very beautiful كتير حلوة مس لبنان اللي حلو فيها انه مش بس عندها جمال لبناني بس مبينة لبنانية انه جنوبية في عندك مين كمان حسيته حلو مس بوريكو مهضومة مع انه بوريكو بس شقرة وعيونها زرق وبس شفتها قلت لها لازم انا اكون بوريكو انت تكوني يو اس اي العكس لانه شكلنا كل واحد هل كنت متوقعه السؤال ده عشان هسال وراه سؤال تاني على طول كنت متوقعه بنسبه قد ايه تفوزي بملكه جمال الولايات المتحده بدي اقول لك هذا الجواب هينا انا بس ربحت قلت انا عم كيف عملت هالشغله فتت وصلت من بالمطار كنت بالطياره فت على الحمام غيرت لبست فستان مرتب زبطت حالي وكنت تعبانه كثير لانه أنجا كنت نايمه عم ضبه وكنت عم اشتغل كثير بس وصلت على الاوتيل ك ميس يو اس اي انه انا ربحانه وجايه انبسط فعلا فعلا انه براسي كنت حاطه خلص انه انا
الجمال اللي حيشوفوه بس يحكوا معي، بس يتعرفوا علي، بس امشي على المسرح، هايدي حتربح لبن. بس يشوفوا انه انا ناتشرال، مش عم بعمل هيك لكون اصطناعية، وما بدي التاج كرمال شيء غير عن انه حابي اعمل هيستوري، وحابي فرج العالم انه نحن العرب اللي عم تشوفوه انتو على التلفزيون هذا مش عرب. كيف نحن عرب نجي من كل انواع الالوان ومن كل انواع الشيبس، وفينا نعمل بدنا اياه. وصلت عن جد انه خلص امس يو اس اي زحو بعده. السؤال الثاني، متوقع بنسبة كم في المية يونيفرس؟ مس يونيفرس. خلص رح اجيب لك التاج على راسي. حلوة يا على راسي. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله نرجع نعمل هيدي المقابلة بعد ما تكوني مس يونيفرس ان شاء الله يا رب. شكرا وبالتوفيق. كلك زول. ثانك يو سو ماتش. بهذا تنتهي هذه الحلقة من حوار خاص مع ريما فقيه ملكة جمال الولايات المتحدة 2010. شكرا لكم وإلى اللقاء.